عبر 4 كليات ونحو 15 تخصص ماجستير يقدم معهد الدوحة هذا العام منحا للطلبة العرب في اختصاصات أهمها العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة والاقتصاد. نعم، لكن غاب طلاب دول الحصار عن اللقاء التعريفي نظرا لمنع دولهم سفر مواطنيها إلى الدوحة وتعقيدات أخرى. مراسلنا سلمان النجار والمزيد في هذا التقرير. للعام الثالث على التوالي فتح معهد الدوحة للدراسات العليا أبوابه لاستقبال طلاب من شتى أقطار الوطن العربي. هذا العام يبدأ المعهد فصله الدراسي بحضور نحو 170 طالبا وطالبة وغياب 22 من طلاب دول الحصار بعد اندلاع الأزمة الخليجية ومنع الدول المحاصرة لمواطنيها من السفر إلى قطر. للأسف لم يتمكن طلبة دول الحصار من الالتحاق بالمعهد لهذا العام الأكاديمي، وذلك لأسباب أزمة حصار قطر وما نتج عنه من تسييس التعليم وعدم السماح لهؤلاء الطلبة بالالتحاق ببرامجهم التي تم القبول فيها في معهد الدوحة. أكثر من 3000 طالب تقدموا لمنح المعهد السنوية. نجح عدد من الطلاب من مصر والسعودية والبحرين في اجتياز كل الخطوات الضرورية للحصول على القبول في المعهد، لكنهم لم يتمكنوا من أخذ مقاعدهم الدراسية وما زالوا يتواصلون مع المعهد حتى لا تضيع فرصتهم بعد كل الجهود. تواصل معنا بعض الطلبة من دول الحصار بهدف الاحتفاظ بالمنحة إلى العام القادم، كما تواصلنا مع بعض الطلبة للتنسيق أو لبحث كيف إمكانية تسهيل انتقالهم من دولهم إلى قطر للالتحاق بالمعهد، ولكن في النهاية لم نتمكن خاصة فيما يتعلق بحرية انتقالهم بسبب الحصار الجوي. يتعرف الطلبة خلال أول أيامهم بالبيئة الأكاديمية للمعهد واللوائح والسياسات والقواعد الناظمة ليبدأوا دراسة المقررات وإنجاز أبحاثهم. عاما بعد آخر يواصل معهد الدوحة فتح أبوابه أمام الطلبة العرب من المحيط إلى الخليج لتخريج باحثين عرب في اختصاصات عدة. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة.